نص كلمة بقلم أحمد رجب. منذ مدة دعيت أكثر من مرة للاجتباع بالرئيس السيسي، لكن ساقي اليسرى الموجوعة تحول دون تلبية الدعوات، وأملت أن أشفى عندما يتم تنصيبه رئيسا، لكن الحظ خذلني. وفي كل يوم أدعو لساقي أن تشفى، لكن طبيب العبقري صاحب العلاج الطبيعي السحري ضيع علي الفرصة هذا الأسبوع، وسافر مع منتخب الكرة لأنه طبيبه. منه لله هو والمنتخب. أحمد رجب. أداء صوتي ياسر حماية.